صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات النهار، حيث تسود أجواء حارة مع 43 درجة مئوية، المحسوسة ستكون 39 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية لباقي المدن السعودية نبدأها بالمنطقة الشمالية. سكاكا طقس صافي 34 إلى 22 درجة مئوية، عرعر 35 إلى 22 درجة مئوية، أما تبوك 35 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة طقس صافي مع 40 إلى 28 درجة مئوية، جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة 41 إلى 28، والطائف زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 20، أبها 29 إلى 19 مع زخات من الأمطار، وجازان طقس صافي 37 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الدمام 42 إلى 29 درجة مئوية، حفر الباطن زخات من الأمطار 45 إلى 30 درجة مئوية، والإحساء 46 إلى 29 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 43 إلى 29 درجة مئوية، بريدة زخات من الأمطار 42 إلى 29، وحائل 38 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.